جاءت هذه الفكرة للوالدة رحمها الله، الوالدة التي أتذكر موقف واحد يغني عن كل المواقف. إنني سألتها ذات يوم وهي مريضة: لماذا لم تنامي يا أمي؟ قالت أخاف أن أنام ويطلع صوتي من الشخير، فعندها لم تهنأ بالنوم. هذه الأم التي تحرص على ابنها الذي قارب 60 وما زلت في نظرها ما زلت طفلا ترعاني وهي المريضة، هذه الأم تستحق أن أكرمها بهذا المشروع الذي هو دعم للمراكز التي ترعى النشأ الجديد للمحافظة على القرآن والسنة في منطقة الأغوار وغير منطقة. يهمني أن يكون أكبر عدد ممكن من الأطفال أو حتى الكبار السن، وإن شاء الله سندخل حتى الإناث في هذه المسابقة في الأيام القادمة إن شاء الله. هذه المراكز هي مهمة جدا، لا نغفل عنها ولا نعطيها ولا نقول إنها ليست مهمة، لا، إنها هي التي تنشئ لنا الجيل الصالح الذي يعرف ما له وما عليه. لو هذه المراكز نجحت لكل ما تنشئ مركزا تغلق سجنا وتغلق مركز شرطة، لأننا لسنا بحاجة. زمن لما كان عمر الخطاب رضي الله عنه قاضيا فجاء ويعني اعتذر عن القضاء، فقال أبو بكر: ليكون يعني أنه نقص عليك شيء؟ قالوا: لا، إنما سنة كاملة لم يأتيني ولا مشتكي، لأنهم في ذاك الزمان كانوا يعرفون ما لهم وما عليهم من حقوق. ولذلك أنا بطلب مرة ثانية وثالثة من المراكز هذه أن تنشط وأن تنشط وأن تنشط وأن تجد من يرعاها ويدعمها. هذه المراكز فقيرة للأسف، فقيرة. لماذا فقيرة؟ هذه يجب أن يكون لها أرصدة قوية لأنها تنشئ أبنائنا وأطفالنا وتحفظهم القرآن والسنة. مرة ثالثة ورابعة أدعو أن تكون لهذه المراكز أهمية كبيرة وأن يكون لها دعم كبير جدا. حاولت أن أبحث عن مشروع يجازي ولو قطرة، لأمي فما وجدت أفضل من القرآن والسنة، فوجدت أن أتبع هذا المشروع عن روحها لعلي أكافئها ولو في قطرة حليب أرضعتني إياه، أو سهرت الليالي من أجلي، أو غطتني وهي مكشوف. يا رب لا تجعل هذا رياء ولا نفاقا، ولكن يا رب اجعله لوجهك خالصا وتقبل يا رب. المستوى الأول كان مطلوب منه يحفظ جزء سورة تبارك، والمستوى الثاني كان مطلوب منه يحفظ سورة الحشر والجمعة، والمستوى الثالث كان مطلوب منه يحفظ سورة الإسراء. الحمد لله شارك الطلاب ما يقارب 47 طالب بنجاح، وكلهم قد حفظوا المطلوب.